السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اول فيديو ينزل على الشانل خلال شهر رمضان، فكل سنه وانتم طيبين ورب يتقبل منا ومنكم. النهارده باذن الله مش هنكتب كود، مش فيديو تكنيكال، ولكن طلع اعلن عن حاجه تنزل هنا باذن الله على الشانل خلال شهر رمضان، وهي انه في رمضان قررت ان انا اعمل حاجه مختلفه شويه على الشانل. هنبدا ان احنا ننزل بمجموعه من الحلقات التكنيكال اللي بتتكلم عن التراكس المختلفه من السوفت وير انجينيرنج، من اول الباك اند، الاندرويد، الفلاتر، امبيدد سيستمز، الداتا ساينس. اكيد باذن الله تكون معانا. انا بتكلم هنا على سبيل برضو المثال وليس الحصر يعني. طيب، الفكره جت منين او مين اللي هيتكلم في الحلقات دي؟ ببساطه انا كنت شايف انه في مجموعه من الطلبه زمايلي في الجامعه، جامعه المنصوره، مميزين في التراك بتاعهم ده، سواء ان هو اشتغل وهو لسه طالب، سواء انه خد انترن معينه، سواء ان هو حتى ماسك بوزيشن في ستودنت اكتيفيتي. فده معناه ان هو بقاله 3 4 سنين مثلا شغال في التراك ده وعنده اكسبيرينس فيه. فقلت انه ليه ما نتواصلش مع الناس دي ونبدا ان احنا نستضيفهم ويشيروا النولج دي مع الناس كلها بحيث ان الكل يستفيد. فده الفكره كلها من البودكاست. طيب، التارجت اودينس بتاعنا اصلا هو الطلبه، هو لو انت من سن 18 ل 24 سنه هو ده التارجت اودينس. طيب، الحلقه هتكون غالبا مقسومه لجزئين. الجزء الاول بيتكلم عن التراك نفسه، تعريف بيه وازاي انك تشتغل فيه، رود ماب ومحتاج ايه والكلام ده كله. والجزء الثاني هيكون بيتكلم عن تجربه الشخص نفسه، ازاي ان هو حقق حاجه معينه. طبعا باختلاف الشخص بتختلف التجربه. طيب، الحلقه هتنزل امتى؟ هتنزل باذن الله كل يوم خميس خلال شهر رمضان، بدايه من الخميس الجاي اللي هو يوم 29 مارس ان شاء الله هينزل اول حلقه. فلو انت اصلا متابعني هنا، اتاكد انك مفعل الجرس عشان توصلك الحلقه اول ما تنزل. ولو انت اول مره تشوفني فاهلا بيك في القناه، اتاكد انك عامل سبسكرايب ومفعل الجرس عشان توصلك الحلقه. وبس كده، انا خلصت النهارده، شكرا لوقتكم، سلام.